هم الضحايا والشهود معا، ضحايا إهمال حكومي متعمد وفساد قل نظيره في العالم، وشهود حق على من تسبب بإزهاق أرواح العراقيين وحال البلاد إلى ما هي عليه اليوم. فاجعة ابن الخطيب مأساة لن تندمل آثارها بسهولة. حسنا لو بغير دولة، هاي لو بغير دولة مستشفى رايح بيه 10 أفراد، المدير تلقاه مقدم استقالة، الوزير مقدم استقالة، المسؤول مقدم استقالة، احنا 250 شهيد بين شهيد وجريح، ولا كأنهم محركين ويتعاركون ذاك اليوم على السلطة. يقول المدير صحة حسب الإعلام الموجود، يقول له أنت وزير صحة تبقى بمكانك بس انطيني حصص وتبقى مسؤول. يعني هاي الإنسان عندهم لا شيء، احنا وين وصلنا؟ بس نقول حسبنا الله. ذو الضحايا حملوا الحكومة وأركانها المسؤولية، لكنهم عبروا في ذات الوقت عن يأسهم من إمكانية محاسبة المقصرين، بل سيقتصر الأمر على تقديم صغار الموظفين ككبش فداء لحيتان الفساد. أكيد يتحمل المسؤولية مدير المستشفى، مدير العام، وزير الصحة ومحافظ بغداد، لأن هم واحد مسؤول على الثاني، فهم كلهم يتحملون هذه المسؤولية. مستحيل هم كلهم أكيد تابعين الأحزاب، وتنصيبهم كل الأحزاب من نصبتهم، لأن هي كلها محاصصة، والضحية منه الضحية إحنا. هسه التحقيق اللي راح يجري بمن راح يلبسوها؟ راح يلبسوها بمن؟ بالفقرة، بالفقير. دائما الضحية هو الفقير. حجم الفاجعة فاق الوصف، وسرديات الأجهزة الحكومية لما جرى لم تقنع ذوي الضحايا، وفتحت الباب أمام عدة احتمالات. الثابت الوحيد فيها أن الذي وعد العراقيين أمس بالرفاهية بات اليوم يقتلهم. الأمر صعب والوضعية صعبة، ما تقدر تسولف، والموضوع كبير يعني، والجرح كبير لكل العراقيين مو بس أنا، والمنطقة نكبت، تأذت المنطقة كلش تأذت. يعني احنا عفنا الفاتحة جينا نركض على المستشفى لقينا العالم فحمة، العالم انتهية. ما أتوقع يعني تقول لي قنينة مال غاز ويقول لي دهن ولا يقول لي هيتا، ما أتوقع هيك حريق بهيك مكان وبهيك كمية يعني صارت بهذا الموضوع. فاجعة مستشفى ابن الخطيب مثلت ناقوس خطر قد يكون الأخير لينذر من وصول الوضع العام في العراق إلى الغليان عقب التردي الذي ضرب مختلف جوانب الحياة، فضلا عن توارث الفشل بين الحكومات المتعاقبة، فشل أتى على اقتصاد العراق ومستقبله، وهو الآن يهدد حياة مجمل أهله.